الزمان 1913 للميلاد، المكان فأشر السلطان بغرب السودان، المناسبة وضع آخر موكب للمحمل سير لكسوة بيت الله الحرام. هكذا رجعت بنا الذاكرة للوراء لاسترجاع ذلكم التاريخ التليد الذي ما زال صداه في كل القلوب، حيث كان هؤلاء النفر يأتون من كل حدب وصوب ليتجمعوا في هذا المكان بالقرب من مدينة الفاشر، يمتطون الجيادة والإبلة والحمير ويترجلون على أقدامهم ليهبوا كل ما يغتنوه للكعبة المشرفة. عادة الملوك بيطلبوا من كل المحليات والقرى أنهم يجيبوا الخيرات اللي عندهم، سواء كان حبوب نقدية مثلا فول، حب بطيخ، سمسم، كركديه، وبعد ذلك في مناطق معينة بتكون فيها كميات تجارية من سن الفيل، ريش النعام، وفي مناطق بيكون فيها ذهب، وفي مناطق بيكون فيها نحاس، وفي مناطق بيكون فيها رصاص. كل هذه الخيرات بتجمع في مدينة الفاشر وبتعبى في هنا احنا بنسميه قرفة، اللي هو عبارة عن يعني حاجة كده زي شوال مصنوع من الجلد بيتحمل الحمولة وفي نفس الوقت بيشط في الجمال، فبيكون في كمية من الجمال بيحملوها هذه الأشياء، فبتجي بتكون في عرضة هنا في مدينة الفاشر، بيجي السلطان وبيحضروا ناس البلد وبيحتفلوا بالمحمل. ولم تقتصر مقتنياتهم على الأشياء فقط، بل تجاوزت إلى ما يعرف بالأغوات لحراسة بيت الله الحرام والحرم المكي. والأغوات هم أولئكم النفر الذين يرسلهم السلطان علي دينار من ولاية دارفور لخدمة الحرمين الشريفين، فهم حينما يصلون إلى الأراضي المقدسة لا يعودون مع الحجيج، بل يبقون لخدمة الكعبة المشرفة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحراس حينما يصلون إلى الأراضي المقدسة يتحول دورهم تماما، ليس لحماية حجيج ولاية دارفور، بل لحماية كافة الحجيج الذين يأتون من كل الدول الإسلامية، فمنهم من يغطي طريق الشام، ومنهم من يغطي طريق اليمن، ومنهم من يغطي طريق الحجاز سوريا، ومنهم من يغطي طريق الحجاز مصر. هكذا كان السلطان علي دينار، وهكذا كانت ولاية دارفور خدمة للإسلام. وبالرغم أن المحمل اشتهر في عهد السلطان علي دينار آخر سلاطين دارفور، إلا أنه يعود إلى قديم الزمان، إلى عهد السلاطين الأول. طبعا نحن نفتكر أنه هذا المحمل بتتشرد به ولايات شمال دارفور، ولأنه المحمل ده بدأ منذ بداية سلطنة دارفور، وكانوا سلاطين دارفور يعني بيرسلوا المحمل إلى أرض الحجاز، واستمر هذا المحمل يمشي سنويا، ثم بعد ذلك مرة أحيانا بيجي كل سنتين مرة إلى أن جاء السلطان علي دينار، وآخر محمل رسله السلطان علي دينار كان سنة 1913. والمحمل يعني القافلة التي تحمل بأشياء نفيثة مثل سن الفيل وريش النعام والذهب والنحاس والرصاص، وتباع هذه الأشياء في مصر التي يصلونها عن طريق درب الأربعين، ومن ثم تصنع كسوة الكعبة. أما في عهد السلطان علي دينار فقد تغير سير المحمل، فبدلا من طريق درب الأربعين أصبح يسير عن طريق سواكل الحرمين الشريفين. لما جاء السلطان علي دينار غير مسار المحمل، بقى المحمل بيتحرك من الفاشر عن طريق الأبيض ثم أم درمان، ومن أم درمان بيمشي لسواكن. طيب في عهد السلطان علي دينار كان بتكون برضو في عرضة تانية، يعني بيكون في احتفالين، احتفال في الفاشر هنا واحتفال في أم درمان. ولعلمكم دلوقتي حي العرضة هي الاسم ده لأن السلطان كان بيعرض المحمل الماشي لأرض الحجاز هناك، عشان كده سميت بالعرضة، وكانوا القوات والحراس بمنزلتهم في المنطقة بتاعت العباسية والعرضة، والمنطقة بتاعت قصر الشباب حاليا في أم درمان
ده تقريبا كان بيوت بعض الأمراء اللي بيحرسوا هذا المحمل. وكانت تباع تلك الأشياء داخل السودان ويوضع المبلغ في صرة عبارة عن كيس من القماش تصنع منه كسوة الكعبة ومرتبات حراس الحرم المكي والفقراء والمساكين. ليس هذا فحسب، بل ما يتبقى يذهب إلى بيت المقدس. هذا العمل الطيب ما في شك يعني عمل ممتاز وبسر. مش كده وبس، المحمل ده حتى بعد ما ينتهوا من أرض الحجاز جزء من السرة دي بيمشي بوبة المقدس، برضو بده يعني الناس اللي بيخدموا البيت هناك سواء كان العلماء أو المؤذنين أو الأغوات اللي موجودين بيدوم أيضا من هذه السرة. وظلت هذه السرة الحقيقة أو ظل هذا المحمل يتحرك من هذا الموقع اللي هو جامع السلطان. وأثناء الاحتفال الذي يقام في هذا الموقع الذي شيد عليه مسجد السلطان، كان يجتمع مريدو وحافظو كتاب الله عز وجل ليخطوا بأيديهم المصحف الشريف وليقرأوا ويتلوا آية ذكر الله الحكيم بطريقة مميزة ما تزال تمارس في شمال دارفور وهي دق الحزب. من أجدادنا القدم أننا نقرعون الحزب، والحزب شيء سمح سماحة شديد جدا جدا، لأنه يقرعون بالترتيل. إذا كان الواحد يعني ما قدر أنه يقرأ الأخوة الثاني يفتالوا المكان، يفتالوا مكان اللي هو وقف، يعني مثال زي ياسين ووقفت فيها يقول الثاني والقرآن الحكيم. هذا هو الحزب، لأن الحزب هو ده يقرأ يعني، والثاني كمان شنو مكان الوقف ما قدر قراه، طوال الثاني يكون يرد على الحزب. التاريخ يعيد نفسه ليرى من لم يشهد ذلكم التاريخ كيف كان أهل دارفور يسيرون المحمل لكسوة الكعبة الشريفة. سيد يعقوب لكاميرا الشروق الفاشر.